أنا أبدع. صباح النور لكم جميع مستمعي إذاعة الحياة فهم لهذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا أبدع، والتي دائما نستضيف فيها إبداعات الأطفال والشباب حتى نحفز المستمعين على أن يكون لهم هؤلاء الضيوف قدوة، وذلك ضمانا لمستقبل أفضل للبلاد. قدمنا لكم كثير من المواهب في الشعر والأدب والمسرح والموسيقى، واليوم نحن نحتفي بالتعبير الجسماني. معنا الأستاذ سامي الخضراوي، مؤثر تربية بدنية بنادي التعبير الجسماني بالمركب الثقافي. شرفتنا بحضورك. بيك عايشك، شكرا على هذه الاستضافة على أمواج إذاعتكم الحياة. شكرا، بارك الله فيك. طيب أستاذ، يعني لو تقدم لنا قبل كل شيء النادي، حتى بعد ذلك يكون المسار ممهدا للتلميذتين أو الطالبتين حتى يستطيع أو تستطيع تقديم ما أعدته، إذا عرفنا بالنادي. نادي التعبير الجسماني أو الرقص كما يقال، الرقص الفني والرياضي، ينتمي إلى المركب الثقافي أسد ابن الفرات بالقيروان، متأسس من سنة معناتها من سنة 1991، يعني مدة طويلة. مدة طويلة تعديت عليه برشا أجيال. لديك مدة طويلة تعمل في هذا النادي، يعني تدرب. طيب. على فكرة أنا أستاذ أول مميز، متحصل على دبلوم أول من الجامعة التونسية للرقص الفني. ما شاء الله. كانت عنا العديد من المشاركات والعديد من البطولات، بطولة تحصلنا على بطولة 97 98، نعم، 2007 2008، واخرهم كانت عام 2012 تحت اشراف الاستاذه اسمهان شعري، رئيسة الجامعه التونسيه للرقص الفني والرياضي. نعم، تحيه لكل من يساهم في تطوير الفنون في بلادنا، ويعني ان شاء الله سوف تتواصل البطولات. ومعنا ايضا في الحلقه ايه السبتي، وهي احدى المنضمات الى هذا النادي. صباح النور. صباح الخير. شكرا لك على الحضور. ايضا معنا ولاء بن عمر. صباح النور. عسلمة. شكرا لك ايضا على تلبية الدعوة. نبدأ معك آية، كيف كان الانخراط في هذا النادي وكيف قررت؟ يعني انا اول ما بديت في صالة. نعم. كنت مغرومة قبل بالدانس، بالحركة، بالفن هذا. أول ما بديت في صالة، بعد تعرفت على المنخرطين في دار الثقافة، شجعوني كما تقول، كما نقولوا وجهوني، خاطر ما كنتش نعرف النادي قبل، ما كنتش عندي عليه فكرة. بعد كي دخلت الحقيقة ما ندمتش. نادي محليه، محلينا بين بعضنا، اللي رينيو فينا مسيو سامي وسي محسن. نعم. واللي تعديوا علينا الكل من اللي رانيونا، نشرف بهم اكيد، من ناحيه التلامذه، من الاطار اللي لهي بينا. يعني جميل جدا ان الاصدقاء يشجعون بعضهم على الانخراط في مثل هذه النوادي، وهذا يبرز يعني قيمة الصداقة المفيدة. دائما نحاول تقديم المعلومات وكل ما يفيد. كيف بدأت الموهبة معك بهذا الأمر؟ كيف اكتشفتها؟ كما قلت لك، ملي أنا صغيرة نحب نبدأ نتبع نجرب قبل في الفنانين، كيف ما منعرفش، كيف مايكل جاكسون قبل أكيد. نعم. الكل يعرفوه، مشهور جدا، يتبعوا فيه برشا، متميز. من اللي صغيرة كنت كل نبدأ نتفرج، تلقاني حضرت زيارته لتونس، يعني شاهدتي الحقيقة كنت صغيرة وقتها. كنت نعم صغيرة في وقتها، أما كنت نتفرج برشا فيه وفي غيره برشا، نبدأ كل. حاولت تقليد أحد أم ماذا؟ من الذين حاولت أن تقلديهم كثيرا وكنت معجبة بهم؟ يعني من المفضل لديك؟ ما كانش عندي حاجة مفضلة، ما كانش عندي منعرفش جروب مفضل ولا
ولا فنان معين، اما كنت اي حاجه فيها نلقى فيها الرقص تجدين فيها ما تحبين دائما. نحاول ديما نجرب نتبع نبدا نقلد حتى لين دخلت نترينا. نعم 5 سنوات لديك في هذا النادي، وان شاء الله يكون لديك مستقبل مزهر في هذا المجال. إضافة إلى حتى لو كان يعني تخصصك الاقتصاد والتصرف في المستقبل، مزيد من التوفيق لك وإن شاء الله تبتهجين بالتخرج. نعم إن شاء الله إذا تميزت في اختصاصك الذي تدرسينه نحن نشجعك على أن تواصلي في المجال الذي تحبينه، مجال يعني الرقص. ولاء معنا ولاء بن عمر، أيضا أنت ملتحقة بالنادي منذ 8 سنوات. بديت في الابتدائي مدرسة طارق ابن زياد مع مسيا سامي الخضراوي. نعم. عندي 8 سنين وبعدها ولدت معهم في دار الثقافة، نترينا عند مسيا محسن اللجمي وأطرنا مسيا سامي الخضراوي وكملت ونكمش نكمل زيدا إن شاء الله، عندي حلم نعم. المستقبل إن شاء الله ونتمنى أن تتحقق كلها. إذا أنت أيضا كيف كان اكتشافك للموهبة، أم أن هناك من أخبرك أنك موهوبة؟ أنا بديت وأنا صغيرة، معناها كنت أنا صغيرة بالكل، نحب دونس، نتفرج برشا فيديوهات وكل شيء، ودخلت أنا في الابتدائي معناها عجبتني الفكرة كل شيء وكملت. نعم الأستاذ سامي يعني منذ 8 سنوات وأنت معهم، إذن مؤطر أجيال يعني أجيال. خذيتها كما ولي، خذيتها سنة ثانية ابتدائي في من المدرسة. نعم. مدرسة طارق بن زياد تحت إشراف مديرة المدرسة وقتها السيدة ليلى عطلة. نعم. تحصلوا كانوا شاركوا في المهرجان الوطني للمدارس، تحصلوا على جائزة ثانية على مستوى وطني. نعم وان شاء الله يعني يتحصلون على المزيد من الجوائز الاخرى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قاعدين احنا ناثروا فيهم. لديك طبعا مواهب اخرى في النادي غيرهم. اكيد اكيد كثير. أكيد. نعم يعني هل هناك ملتقيات على مستوى دولي شاركتم فيها ام انكم فقط يعني على مستوى تونس؟ لا على مستوى وطني الان، لان احنا قاعدين نحضروا في مجموعه جديده. نعم. فهمتني، قاعدين نحبوا نخدموا بها معناتها مشروع قدام. ما هو المشروع الذي قد تخططون له؟ يخص خلينا السالي الجديدة، يخص الدانس كونتمبوران. فهمتني، المعبر أكثر، اللي يحمل فكرة أكثر، فهمتني، اللي يربط بين الجسد والفكرة، فهمتني، خاطر أول ما بدأوا هم بدأوا بالحركة، الحركة التي معناتها اللي تكون ما عندهاش معنى. حبينا احنا نخدمه ونمشيه اكثر، خاطر الدانس كونتمبوران مش يكون اكثر تعبيري، اكثر يحمل فكره معينه، فهمتني. نعم. قاعدين نخدموا معاهم، فهمتني، بحكم انهم مازالوا في بدايه الطريق. صحيح، في بدايه الطريق. مشاركاتهم تنجم تكون معناتها على مستوى، كان على مستوى جهوي، بعدها على مستوى وطني في البطوله، بعد اذا تحلت الافاق وانتهت أزمة الكورونا أيضا، عطلت قليلا أزمة الكورونا العامين هذيا، معناتها كنا نتبعوا معناتها. نعم ويعني خاصة في مكان عمومي، فهمتني كما تعرف. نعم أيضا حتى طاقة الاستيعاب أصبحت محدودة، هاي محدودة، كنا نقسموا معناتها الحصص على أفواج، معناتها كانت ثم برشا عراقيل حاولنا أن نتجاوزوها. بذلتم ما في وسعكم، بذلنا ما في وسعنا، وإن شاء الله بالتوفيق تقدمون خطير. الأكثر المفيد أن إحنا نحضروا في معناتها في أجيال تكون عندها فكر، عندها عقل، فهمتني، متأطرين، هذا هو معناتها هذه هي الرسالة التربوية من خلالها الفن هذايا، فهمتني، نرميه لها. نعم. هل يتطلب التعبير الجسماني يعني دراسة للمسرح؟ ولا يعني كيف ولا سنة ثانية ابتدائي استطاعت أن تقوم بهذه الأعمال التعبيرية وهي لم تدرس حتى يعني المعاني وكيفية إبلاغها؟ طيب بديت معناها ابتدائي، سنة ثانية ابتدائي بديت بشوي بشوية بالتقليد يعني. أي ومسيو سامي الحقيقة تعب معنا برشا، احنا كنا صغار الكل، بشوي بشوية وصلت معناها، بدي يعطيني في الباز مسيو سامي وكل شيء، وكملت معاه حتى في دار الثقافة زيدا. وآية كذلك نفس الشيء يعني.
نفس الشيء. نعم، البداية تكون بالتقليد دائما، وبعد ذلك يتطور الأمر إلى الدراسة، ونحن نشجع المستمعين على مزيد من الاهتمام بالفنون بمختلف أنواعها، الرسم والشعر والموسيقى والتعبير الجسماني، وهي يعني هذا الفن لديه رسائل متعددة، ويعبر كما يعني الشاعر يعبر بالكلمات، والأديب كذلك يعبر بالكلمات، الرسام يعبر بالصورة، العزف الموسيقي يعبر بالأنغام، وكل يعبر بطريقته، ونحن ندعو المستمعين إلى أن يكون لهم ذوق رفيع في تذوق الفنون، خاصة منها ما كان يعتمد على تركيز شديد كفن التعبير الجسماني. نشكركم على الحضور جميعا، نشكر المستمعين على المتابعة، ونشكر أيضا المسؤولين جميعا على الأجهزة التقنية، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج أنا أبدع. أنا أبدأ.